السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم الوصفة قنبلة، بجد قنبلة حلوة قوي 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 هتعجبكم. الأرنبيط لو انت مش بتحبيه مقلي او ما بتحبوش طنية وما بتحبوش خالص، الطريقة ديت هتخليكي تحبيه وهتخليكي تعشقيه بجد. عندي هنا أرنبيط، أرنبيط ني، وهنا بطاطس مكعبات، فلفل، ملح، فلفل اسود، وهنا بصل وعصير طماطم. هولع بقى ونبتدي الشغل. دي الزيت اهو، هحط البصل، الزيت من نوع النضيف، لازم نوع نضيف. هحمر البصل، اصفر كده شوية. هحط بقى الفلفل، البصل بقى هيدبل معايا شوية بقى، اتفرط عندي شوية، دبل كله. هنزل بقى الأرنبيط، هنزل الأرنبيط كده، وهنجيب بردك المكعبات البطاطس نحطها معاهم. عندي الأرنبيط والبطاطس والفلفل والبصل، بشوحهم كلهم مع بعض تشويحة حلوة، حتى تلاقي الأرنبيط اهو متحمر اهو شوية. اروح بقى ايه، حاطة السلطة. الطريقة ديت هيسبكوا مع بعض ويستووا مع بعض. رجعت لكم، شفتوا بقى الارنبيط عندي بقى بيبطبق، والصراحه شكله ايه، يفتح النفس اهي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، حلوه قوي. هنحط بقى دلوقتي فلفل اسود وملح ونقلبها ونسيبها شويه تاني وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت الوصفه بتاعتي. الوصفه بتاعتي النهارده اهي، بتاعت النهارده جاهزه، ويا رب تعجبكم بجد، هي وصفة حلوة للي ما بيحبش الأرنبيط، واحنا عارفين الفوائد كتيرة قوي بتاعة الأرنبيط، في فوائد كتيرة قوي، فيا ريت تجربوها والله ما هتندموا. ولو عجبتكم وصفاتي يا ريت تشتركوا في قناتي كل ما يخص المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.